السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معكم أنس أحمد. نبدأ مع بعض سلسلة جديدة هو تعلم الألعاب أو تصميم الألعاب بواسطة برنامج اليونيتي. طبعا حنوريكم بالتفصيل كل القوائم، كيف يستخدموا، كيفية البرمجة وكيفية تحريك الانيميشن وغيرها من الأمور. لكن قبل ما نبدأ الشرح، خلينا نعطيكم في أول فيديو نبدأ مختصرة عن المشروع اللي حنديره مع بعض في الفيديوهات القادمة. فخلينا نشغل اللعبة. طبعا أنا صممت لعبة دي قعدت فيها أسبوع ندير فيها، نصمم فيها، نحط في التفاصيل كذا، وندير في التكتشرز اللي هي الألوان الشكل، وكذلك القياسات المعينة اللي هي سكيل الأمور. بالإضافة إن لو فتحنا بإمكانك يوريك أزرار لفتح الأشياء، أو تضغط إي باش يفتح فرضا ثلاجة. لاحظوا إن يد الثلاجة مشتكي، يعني درت لها أنيميشن، درت لها فتح عن طريق الانيميشن، او فتح لما نضغط حرف الاي تفتح معاي الثلاجة. بالاضافة هنا في قطعة ورقة واضحة، قال لك اضغط على كيو، يعني تضغط على كيو يوريك الورقة بالكيفية هذه. بامكاني نحرك الورقة هيك او نقلبها الجهة الثانية. طبعا هذه بدنا ورقة مقصوصة فحتكون من جهة واحدة، ما زلت بلا تعديل، يعني المفروض حتى من الجهة الثانية تبان، لكن انا ما بدأتش تبان، يعني بلا تعديل. نفس الشيء لو ضغطت اي تتسكر الثلاجة عن طريق الانيميشن. بالاضافة لو لقيت باب قدامي نفتحه. طبعا لاحظوا احنا شنو نصمم، صممت طبعا اضاءة، وضع الإضاءة، وضع المجسمات، وضع الحوائط العلوية والجانبية. طبعا كل واحدة بتكشر معين. طبعا أنا مش خبير هلبة في التصميم، لكن الحمد لله يعني نوعا ما كويس. بالإضافة إلى وضع الألوان المعينة والتكتشر اللي هي الزخرفة على الأمور أو الزخرفة على الأشكال. كويس، فتحت الباب هنا. كيف ما قلت لكم لاحظوا هنا في إضاءة من هنا وإضاءة من هنا، يعني في إضاءة بنضيفوها، وفي وضع مجسمات جاهزة حنعطيكم المواقع للتحميل. طبعا قبل ما نمشي التفصيل، لو ضغطت Escape بإمكاني ندير سيف لآخر شيء وصلت له، أو ندير لود اللي هو لود جيم لود جيم لآخر نقطة وصلت لها. بالإضافة تحديد السيتنجز اللي هو يوريك الجرافيك على قديش تبي تصممها أو تلعب بها اللعبة، كيف تظهر لها اللاعب. ولو ضغطت من منيو، طبعا هنا لو ضغطت لاحظوا أوتوم دير بلاي نيو جيم. ننتظر بعض الوقت وندير كي يبدأ لك من هنا من جديد. باهي كويس. كيف ما قلت لكم هنا وصلنا هنا. طبعا هنا في إضاءة تم إضافتها. بالإضافة إلى الجبس، إحنا نعرف إحنا اللي بين ندير في الجبس هلبة، فضفت الجبس. بإمكاني نضيف هلبة أشياء والحوائط الجانبية كل مكان. توانين لعبتي هذه اللعبة عبارة عن شني، لعبة هورور اللي هي رعب. بالإضافة إلى الألغاز، يعني أكثر حاجة مركز فيها الألغاز وليس الرعب. كويس، فلو ضغطت إيه هنا يقول لك it's locked فوق، معناها مسكر الباب. ضغطت عليه من جديد يعطيك صوت، يعطيك صوت يوريك كتابة معينة، بإمكانك أنت تكتب أي كلام فوق، فإنك كتبت it's locked في البرمجة اللعبة. لو ضغطت إيه يفتح الباب، لو ضغطت إيه مرة تانية يتسكر الباب، لو ضغطت إيه مرة تانية يفتح الباب، لو ضغطت إيه مرة تانية يتسكر الباب. كويس، بإمكاني نضيف أشياء أمور تانية. هنا فيه إضاءة خافتة قاعدة مش معدلة، أنت لاحظت إنها مش معدلة تبيلها تعديل، يعني غير بس لعبة سريعة شوية درتها. كيف ما قلت لكم في جبس، في إضاءة تم وضعها. في هنا ألغاز، هنا نبدو في الألغاز. الألغاز طبعا على سبيل المثال هنا زمن، هنا في ألغاز، يعني ضروري ندير رقم هنا مش تفتح الخزنة بتاعي، فأنا ما نعرفش شنو هذا. فلو ضغطت على Q يقول لك put it away، لو كان ضغطت show cursor اللي هي السهم، لو كان ضغطت على كلمة اليمين هنا في السهم. كويس، احنا ما نعرفوش شو هو الرمز السري بتاع هذا. كويس، احنا ضفت كلمة escape، لو دورتها كويس if you dare، معناها لو استطعت. هنا في مرآة تم وضعها. كويس، هنا في درج نفس الشيء عن طريق الانيميشن. درجة فيه ورقة، في أكيد عبارة عن لغز، تبع لغز. فهني
كويس تمام. وفي الإضاءة، الإضاءة لو ضغطت على الإي هنا يتسكر الضي، ضغط الإي متى يفتح الضي، يعني لاحظوا هي الإضاءة مفتوحة، لو ضغطت الإي تتسكر الإضاءة، بس هي مازال ما عدلتش مظبوط، مفتوحة حتى هذه تنقفل، يلا مش مشكلة لو ضغطت إي. فتبي لها تعديل، يعني هي اللعبة مو لك حاجة، اللعبة اللي بتسويها أنت بتلعبها مليون مرة، بتلعبها مليون مرة. باهي فتبي لها تعديل. هنا يوريك جسم الشخص، الإضافة هنا صور تم إدراجها اللي هي عن طريق بلينز، وضع مجسمات، مجسمات طبعا في هنا لو ضغطت السهم قدامي، علاش هنا في حاجة بنديرها بعدين، علاش ما يمشيش على الأشياء، يعني ما يمشيش على الأشياء، هو هذه ما يمشيش عليها، أنا معدلها، نفس الشيء هذه لاحظوا هنا مش معدلة 100%، فمشي عليها، فمسألة بلا تعديل، قلت لكم اللعبة اللي نصمم فيها نلعب فيها 100 مرة باش نعرف شن هي الأخطاء متاعي، ما يطلع صوت رعب ويمشي غول بالكيفية هذه، درى شوية رعب، أنا المغزى من اللعبة متاعي هي الأسرار، هي كيفية فتح الخزانات وكذا، فخلينا نفتح الخزنة اللي عارف اللغز طبعا اللي مدايرة، لحظة هو اللغز برضه متاعها مش عارف حطيتها. مش متأكد أو مش عارف، نسيت وين حطيت الوردة، المهم الوردة فيها كتيبة زي هذه وكيفية عند قراءتها، نشوف هنا وين حطيت الوردة والله نسيت. المهم المهم تو ناخده على سبيل المثال، الوردة هي درتها يعني جيني 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 هي هذه، هذا حل اللغز. طبعا انت بتستخدم فيه برامج اخرى اللي هي زي فوتوشوب وكذلك البلندر للتعديل، فنحن نوريكم خطوه بخطوه كيفيه الوصول لهذه الاشياء وكيفيه تطوير اللعبه بتاعك. يعني هنا كاتب ورقه بالكيفيه هذه وحطيتها في البرنامج، يعني سهله جدا، غير بس انا تو ما لقيتهاش انا تو ما لقيتهاش الورقه، فتبي لها اضافه كويس، شموع وغيره اللي في مراكز بلا تعديل، لان يعني هنا لما نقرب ما تبانش، المفروض كل اضاءه قاعده فيها زي الكيفيه هذه. لو طلعنا من هنا طلع الهول مشي ممكن، لاحظوا لو فتحت الباب هذا، لو فتحت الباب هذا الباب مش هتلقى اضاءه، لان ما ضفتش اضاءه، ما ضفتش مرحله جديده للعبه. هنا في لغز متاع الارقام، هو حنوريكم كيفيه ادراج الأرقام. طبعا عندي رمزة 1 2 3 4، يعني فتح هذا الباب مش يفتح الباب بالإضافة تحط، لأن قاعد ما كملتهاش، قاعد ما رسمتش الخريطة متاع هذه، نفس الشيء هذا مسكر، لكن مكتب لي سلوك لأني نسيت ما كتبتهاش الكود، ما كتبتش الكلام عليه، فخلي ناخذ الكود من هنا. حل اللغز متاعي كتبته بالانجليزي وفتحته، تفتح الشكل هو بعدين تدورها تلقى المفتاح داخله، تاخده دير اما بوتت اوي دير كيو او تدير تحدده من جديد وتدير اي تاخده، يقول لك هنا بكت اب بكت اب باثروم كي، يعني خديت مفتاح الحمام. لو مشيت هنا ونفتح الباب الحمام، المفروض كان في ساوند لكن نسيت ما حطيتهاش، قلت لكم مازال لابد من تلعب 200 مرة باش نعرف شن هي الحاجات اللي نسيت ما درتهاش. تضيف مجسمات بالكيفية هذه، تضيف تكتشرز، تضيف إضاءة، طبعا هنا مش حاط لمبات على خاطر أنا قاعد ما كملتش التصميم بتاعي، فهذه هي نبدأ معينة على اللعبة، فخلينا نطلع منها تو اللعبة هذه، نطلع منها. اول شيء كيف قلت لكم في الباب هذاك اللي هو باش تتاكدوا، يعني في الباب اما باب نسيت انا، خليني اتاكد، هذا هذا كوجينا با اوكي، هني 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 هني. الباب هذا، الباب هذا المفروض درت له كتابه، فلو حددته وجيت نزلت الاسفل فهنا يوريك التعديله متاعك، فهنا قال لك كستم لوك تكست، تو انا لو ضغطت اي بدي كيك انت فكرتوا معاي، هنا نقدر نكتب the door is locked، معناه مسكر الباب locked. باهي
بالإضافة إن في ورقة نسيت ما حطيتهاش، مش ضروري، أهم شيء توخل نوريكم حاجة بسيطة وبها نختم الفيديو متاعي، إن كيف نعدوا الأشياء. بإمكانك اللاعب طبعا نشوف اللاعب من حطيته، أني حاطه هنا بإمكاني أني علاش المصممين يلعبوا في مساحة صغيرة، مش يبدأ يلعب لك اللعبة من الأول، لا، المصممين يلعبوا من إمكان اللي وصلين له هو، يعني يفك كل الغاز، يعني نقدر نحط هنا اللعبة متاعي ونمشي. هو اللعب أهو، وين قاعد هذا؟ نسيت حتى وين قاعد. اوكي، لاحظوا هنا الغولة كانت هنا، فنقدر نحط اللاعب هنا. خلينا نفتح الإضاءة باش يبان كل شيء. يعني هنا لاحظوا ان الغولة وراي باهي، يعني لو فتحت هنا يجي شني، لو جيت هنا الغولة وراي، الغولة وراي، يعني انا قدمت اللعبة متاعي، لو مشيت هنا شوية هنا الغولة تحركت. انا غير بس جيت بالعكس، لان انا بنبدا باللعب من المكان اللي وريتولكم بالي كاي. انا غير بس نوريكم حاجة، ان الكتابة هنا تغيرت، لو ضغطت قال لك the door is locked، وهذا نحكوا عليه. هذا بالنسبة لنبذة بسيطة عن اللعبة، كيفية استخدام برنامج اليونيتي لتصميم. هنبدأ في الدرس القادم إن شاء الله بعون الله كيفية التعرف على الأدوات الرئيسية، ثم نمشي درس عن بنديروا لعبة صغيرة وبسيطة وجميلة، وكل واحد بإمكانه أن يسوق للمنتج بتاعه، بإمكانه أن يصنع لعبة بنفسه، يعني ما هي صعبة بكل. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.